عين المرشد الإيراني علي خامنئي قائدا جديدا للقوات البحرية في الحرس الثوري في وقت يتفاقم فيه التوتر في الخليج العربي على إثر تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز ردا على العقوبات الأمريكية. وجاء التغيير بعد أيام قليلة من إصدار خامنئي مرسوما بتعيين قائد جديد للقوات الجوية التابعة للجيش الإيراني في إطار تغييرات تشهدها القوات المسلحة. وفسرت تغييرات خامنئي في صفوف قادة القوات العسكرية بأنها تأتي تحت تأثير دور إيران الإقليمي وازدياد مخاطر نشوب حرب مع الولايات المتحدة نتيجة ما يتبعه النظام الإيراني من سياسات عبثية تهدد أمن المنطقة بالكامل.